رح نحكي اليوم عن موضوع منتشر جدا إن كان بالحياة الاجتماعية، ولكن اليوم رح نختص فيه بالمدارس. الأمانة هي أكيد أمانة المجتمعات، والطفل يلي بيربى من هو صغير على الأمانة بيكون محبوب نوعا ما من قبل الجميع، والكل بيثقوا فيه وبيسلموا أماناتهم. مو شرط يكون بالمال، ممكن يكون بجميع مجالات الحياة أو حتى بعمله، وهذا الشيء طبعا كتير مهم وقت بيكبر، بس لازم تترسخ هي الأصول يلي هي الأمانة بجميع مجالات الحياة لحتى يكبر ويقدم أحسن ما عنده. اليوم عم نحكي عن ظاهرة منتشرة نوعا ما بجميع المدارس يلي هي سرقة الطلاب لرفقاتهم. ممكن يسرقوا لهم شيء، ممكن ياخذوا ممتلكات غيرهم، ممكن حتى بدون ما تكون سرقة. عينك كنت عينك أوقات بتحصل سلمى ما؟ صحيح عفاف، يمكن هاي المشكلة هي مشكلة مثل ما بنقول مردة تربوي. صحيح. وأخلاقي، مو بس قلة الأمانة أو غيرها، في كتير تصرفات عم نشوفها حاليا عند البعض عم تكون واضحة بهذا الجيل. أساسها هي عدم القدرة على التوافق بين أعمدة التربية اللي هي الأسرة وأيضا المدرسة والمحيط. للأسف صار في تشتت بهي الأعمدة، صار في كتير مدخلات عم بتكون على الأطفال بهذا العمر، وعم تعمل تأثير سلبي إن كان من الإنترنت أو إن كان من الصحبة الخطأ مثل ما بيقولوا. كل هاي التفاصيل رح نعرفها ونعرف كيف الحلول اللي ممكن تكون مع ضيفتنا الأستاذة يسرى عباس، وهي اختصاصية بالتربية وأيضا مدرسة بجامعة دمشق، معلم صف. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذة، وأهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي على موضوع اليوم جدا حساس، طلاب كتير ممكن يرجعوا مقهورين بحسب تربيتهم الأصيلة، خلينا نقول إنه ما فيهم يكونوا مدافعين عن حقوقهم بشكل قوي بقوة عادل، قوة السارق أو اللي متخطي حدوده مع هذا الطالب. خلينا نحكي أول شيء عن الأمانة الخلقية عند الطفل وقت تخلق معه، كيف نحن شو نقصد فيها، كيف ممكن ننميها أو حتى نحافظ عليها؟ طبعاً نحن الموضوع هذا هام جداً وواسع ومنتشر مثل ما قلنا. الأمانة الخلقية، كيف أنا هي موضوع الأمانة موضوع هام وواسع الأفق بشتى المجالات. أنا هي بدي أشوفها عند الأطفال من الصغر، بدي أربيها عند الطفل مثل ما قلتي، مفهوم واسع بجميع معاني كونها نزلت بالقرآن الكريم وحملنا الإنسان الأمانة، حملنا الجبال والسماوات والأرض الأمانة، أبينا أن يحملنها فأشفقنا منها وكان الإنسان يعني تحمل الإنسان وكان جهولة. طبعاً نحن بالنسبة للأمانة، أمانة العمل، أمانة المسؤولية، أمانة الأم الأطفال، أمانة العامل، إتقان عمل، فأن يكون هذا الإنسان يتقن عمله بكافة الجهات. لكن نحن بالنسبة لأن كيف بدي اتفقنا الأمانة الخلقية، شو هي الأخلاق؟ نحن اتفقنا بالعادات والتقاليد، كل مجتمع له حدود معينة، النظام، الاحترام، الطاعة، الصدق، يعني اتفقنا على هذه الأساسيات في كل مجتمع. هي الأخلاق لازم نعلمها للطفل منذ الصغر، النظام، احترام الكبير، النظافة، الصدق، عدم أن يمد إيده على شيء مقوله. طبعاً نحن بالنسبة لموضوع كيف بدي أزرعه بالطفل من الصغر أو متى تبدأ، ممكن الطفل بالبداية بشكل عفوي يقوم يسرق بسن قبل تحت سن الأربع سنوات بشكل عفوي تلقائي، ما يعرف أنه هي سرقة، عفوي للطفل من أخوه من أخته، ألعاب، حلوى، لباس إلى آخره. لكن نحن بسن من الأربعة لسبع سنوات أو ثمان سنوات، شوف هذه السنة هاي هون بسميها صار الطفل شوي شوي عم ينضج، لكن ما غير واعي، ما بيعرف شو يعني الملكية إنه هي إلي. يعني أنا الأم مفروض توضح لأبنها هذه الألعاب لك وهذه لأخوك، هذه الأشياء لك، تحدد له بخزاني هي ألعابك هي ألعاب أخوك، حتى لو توأم، لاحظي معي لو توائم عليها أن تفصل حاجات هذا لتحدد تفهموا شو معنات الملكية. فالطفل مو فهمان شو الملكية الخاصة، لهيك بيمد أغراض غيره، أغراض أمه وأبوه إلى آخره. لذلك نحن الوضع العقلي ما نضج بهالفترة هي، عدم استيعاب معنى أنه ياخذ غرض مقله، مو عرفان أنه هي أول شيء نوع من التقليد أو أنه مبسوط أو عم يضحك أو انتصر بنوع الفوز، يعني أنه ضحك، يعني عم يتباهى أنه أخذ له اللعبة لأخته أو لأخوه. فلذلك الأم من هون بنبلش نقوله لا، بلش الأم تقول له هذا غلط أو صح، من أيمت بتبدأ بوجه للطفل صح أو غلط، غلط إلك مو إلك،
الأم بالبيت. شوفي نحن 7 سنين الأولى بيحضن الأم، بيحضن الأب والأم، يجب أن يكونوا قدوة للطفل، قدوة له بالتعامل بالصدق، يعني أنه يكون صادق. أنا بقول لمعلماتي بالمدارس علمون الصدق، والصدق بيوصل لك للمهارات. فنحن الأخلاق أول شغلة من الأخلاق أنه يكون صادق. هالطفل علمتي الصدق من الصغر، زرعتي فيه. طبعا الاهل مثل ما قلت قدوه، يعني شاف امه ما عم مو صادقه، شاف عم يدق لها تليفون قالوا لها مو هون. فاذا الام ما صادقه، الاب مو صادق مثلا، بصير يختل عنده هالميزان هذا. لذلك انا بدي اعلم ابني الاخلاق، يجب ان يكون الابوين قدوه لهم. ثاني شيء، اذا شافت الابن عم ياخذ هي ماشي بالسوبر ماركت غرض بسكوتة كذا، تخليه بشكل لا شعوري يرجع ويعتذر. تعلموا ثقافة الاعتذار لأبنه. 5 سنين 6 سنين بيعرف يحكي، بيعرف يقول هاي بدي هاي كذا، بيضحك بيبكي. إذا تعلموا يعتذر ويرجع هالشغلة إنه مو له، إنه عليك أن تدفع ثمنه، تعطيه بتلعطي. هاي مثال. طبعا نحن بالروضات كمان بيصير أذى بزميله، بياخد قلم لرفيقه مقلمي. فالأم هون بالبيت بتفتح حقيبة طفلة بالروضة، بنحكي على الطفل صف أول تاني، شافت قلم مو له، مقلمي، شو ها؟ لمين ها؟ انت ما عندك مثل هالألم ليش؟ طبعا نحن الحوار مع هالطفل بدها تعرف ليش، يعني ليش هيك جايب معه هالغرض؟ انت ما معك هالألم؟ ما معك هي؟ باب عم ينتقي من رفيقه، غاير منه، شافه أشطر منه بالمدرسة، ما عارف كيف بده يزعجه. أحيانا شعور الإنسان طبعا نحن هذا الشعور ما بنعرف شو هو مفكر. هالطفل بهالسن هاي شو عم يفكر منه؟ ليش هيك عم يأذي رفيقه؟ عم نفسه. طبعا انا ما بجي بوجه له انت حرامي، انت لص، انت كذا، هالمصطلحات هي يعني بتصير جزء من شخصيته. يعني انا اتمنى عدم توبيخه، عدم تأنيبه، عدم توجيه له الكلمات هيك القاسيه. يعني تجي الام بتمارس العنف، ما بيجي بالعنف. يعني هذا الموضوع السلوك السلبي، اني اعدل له السلوك السلبي لشيء ايجابي، هذا صعب. يعني على الام تبدا بالهدوء بالصبر، تفهم منه الموضوع. اي مشكله انت عم تحلي هالمشكله بتحلي عده مشاكل، بتدخلي لنفسيه هالطفل، بجوز يكون عنده مشكله كبيره، حدا عم يتنمر عليه بالمدرسه، حدا عم يرفع صوته، عم يخاف من المعلمه. طيب هذا استاذه يسرى، خليني اسالك سؤال. بما انه حضرتك قلتي انه احيانا كثير اسباب هذا السلوك بيكون خلفه كثير من المسببات الاخرى وراء، شو هي المسببات اللي بتؤدي لانه الطفل بسن صغيره يبدا ينظر للي عند غيره مبدئيا؟ هل هو عدم قناعته باللي عنده، ام هل هو مثلا احيانا بنلاقي هي الظاهره عند الطفل الوحيد اللي هو متعود يستحوذ على كل شيء؟ شو الاسباب الكامنه وعلى شو بتدل؟ يعني اليوم هذا السلوك هو مو فقط انه هو عم يسرق معناته هي مشكلته السرقه، ممكن مثل ما قلتي في كثير اسباب مختفيه وراء هذا السلوك، ممكن نشرح شو هي الاسباب؟ يعني احنا بالمدرسه مثل ما قلتي لما بيجتمعوا الاطفال، هذا طفل وحيد، هذا طفل مدلل، هذا اهله شايفينه مو مصدقين اجى بعد كذا سنه. فلذلك نحن المدرسه تستوعب كذا طفل بالصف. صحيح. المعلمه مهمتها، مهمه المعلمه داخل الصف مراقبه كل طفل. فاذا شافت هالسلوك السلبي عند الطفل، مدلل زائد زياده على اللزوم، مثلا عم بيقوم بافعال اشياء غير سلبيه تؤثر بالعمل التالي، فنحن هو المعلمه هي اللي بتوجه له الكلمات اللي يعني بالتعزيز، بالحماس، بالتشجيع، وليس بالامور السلبيه، حتى تجذبه للصف وتثير انتباهه انه هالسلوك غلط. اذا عم يؤذي رفيقته او عم يضرب رفيقه او عم بيحاول يعتدي على الاخرين داخل الصف. يعني نحن ضمن الغرفه الصفيه في كثير سلوكيات يقوم بها الاطفال، غير موضوع انه ياخذ حاجات غيره او اغراض غيره بدون ما يحسوا فيه. لتاني يوم بنعرف انه حدا ضاع له هالشيء، حدا راح له، او الطفل بشك بزميله. لكن نحن المعلمه دائما بضمن الدرس، بضمن الحصص، بتعطي قصه معينه مؤثره انه هذا السلوك غلط، لازم ما يقوم فيه اي شخص، ما ياخذ اغراض غيره. وانتم بالبيت مدللين عند اهلكم، بالبيت اهلك بيعطوك كل شيء بدك اياه، حلويات، بيعطوك اقلام، بيجيبوا لك كل شيء جديد. نحن هون كل مين حاجته. اذا احتاج شخص من رفيقه ياخذ غرض بيقول له لو سمحت تعطيني هالشيء. طيب اذا هالطالب المدلل كل الوقت بده يجي لعند الانسه يساله سؤال، بده يروح ويرجع. يعني احنا بالاول والثاني كثير المعلمه بتعاني من هيك سلوكيات، لكن بتشجعهم انه انت حتشارك، هلا جاي دورك، بتساله بجاوب، سقفوا له لفلان كثير منيح، يلا انت، يلا انت.
فنحن الكل بده جاي لعند الانسه بده يسالها، الكل عم يحكي بالصف الاول كثير يعني في اطفال ما دخلوا الروضه، يعني ما متوقع كل الاطفال بيعرفوا نظام جلوس بالمقعد، نظام بالصف، ما يعيط ما يصرخ، الضبط ينتبه على المعلمه. فلذلك نحن لاحظنا السلوكيات تعاني منها المعلمه بالاسبوع، الضبط، تعريفه بالمديره، بالمعلمه، بالحمامات، بزملائه بالباحه، حدا اذاه يشتكي ما يسكت. يعني احنا عنا اطفال ممكن حدا يضربه يأذيه يدفشه بالباحة يخاف ويبكي. في عنا احنا معلمات مناوبات يجب ان يشرح يقدم لهم انه يشتكي ما يسكت، فكتير اطفال خجولة بتنطوي. فنحن عم نحكي عن موضوع السرقة بالمدارس، مثل ما قلت يعني موضوع السرقة ليس يعني وراثي، يعني هذا ابوه مو مجرم، ما ورث الاجرام، ما ورث العنف، البخل، هالصفات هي ما اجت مع الانسان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن خلقنا الانسان في احسن تقويم، خلق الانسان فطره على الخير، ما اجى الشر، الشر هو مكتسب من المجتمع، وجد من المجتمع من البيئه. السرقه والعنف والبخل كل هاي صفات مكتسبه. طبعا احنا هلا الجوجل والتكنولوجيا بدها تحاول تطلع وراثي، يعني المجرم عم يعملوا لنا دراسات بالاجرام والاخر، المجرمين ممكن يكون عنده استعداد لهالموضوع هذا، يعني قدرات مستعده لهالمورثات، في مورثات عنده أرضية. بتخليه مستعد عنده أرضية. طبعا يعني لا يخلى الامر. لكن اذا اجيتي للوراثه 97% من صفات الانسان وراثيه، 3% من البيئه، شوف اللي هي مكتسبه من رفاق السوق، من طبعا المجتمع، من البيئه، من الوضع. فلذلك انا السرقه هي ليست وراثيه، اذا مكتسبه من البيئه اللي عايش فيها الطفل، شاف غيره، شاف فيلم، لاحظي معي بيقلدوا الافلام. انا سمعت مره باحد الدول العربيه طفل شاف فيلم كيف عم يسرقوا مصرف قلد الفيلم. فنحن على الاهل دائما مراقبه اطفالهم. هيك سلوك سلبي نحن بالمدارس تعديل هالسلوك. لاحظي معي كيف انا ممكن الأم تعدل السلوك بالبيت، ما تقارن بأخوك، لو أخوك ما كان هيك ما تعمل مقارنة، تعمل عدل بيناتهم، شوف شو حاجته. طبعا أكبر حاجة يفقدها هذا الذي تعرض له السلوك السلبي هو الحنان أو العطف أو المحبة، أو ما عم تعطيه مصروف بده يضطر ياخذ من أي محل من أي مكان. فلذلك لما بتشوفي طفل عم يعتدي أو عنده عنف أو عنده مشاكل، ما عم فرغ له طاقته، عنده طاقة بالرياضة، بالفن، بالموسيقى، بالرسم، بده يلعب، بده طابة، بده البنت لعبة تتسلى فيه، تفضفض يعني تحكي. فالأم لما بتقعد مع ابنها وتحاوره وتسأله وتستمع، لاحظي الصغار هو أكبر دواء للأطفال حاليا. الأمهات عم تنتبه لأطفالها، ما رح نحكي على الأمهات كلهم، للصغار والكبار. أيوة ما رح، أنا ما رح أعمم، ما رح نعمم، لكن ما رح أقول التكنولوجيا أخذتنا، أخذت كل وقتنا، ما رح أقول الأسرة أم أبو ولا لا، مثل ما التكنولوجيا. فلذلك عليها أن تنتبه، يعني نحن ما رح أحكي على الطفل وهو ببطن أمه ما تنتبه له مشغولة. فنحن خلينا نأخذ الجانب الإيجابي. فلذلك عليها أن تجلس، تصغي، تستمع، تقدم له الحلول بالمحبة والحنان، وإذا قدر الإمكان المصروف يوزع، بجوز يكون عنده 3-4. صدقيني أنا عم أقول ما عاد في 4 أولاد بهلأ حاليا، يا ستي هذيك اليوم شفت أم جايبة معها طفل بحضنه وطفل معها وطفل، قالت لي 5، شو هالحكي؟ هلأ حاليا فمع رغم الوضع الاقتصادي في ناس. فلذلك نحن بعدنا مع شعار كل طفل بيجي ورزقته معه، بعدنا معه. فلذلك إذا نحكي كيف بدنا نعدل السلوك في المنزل، مثل ما قلت إذا كان في أصدقاء سوء، رفقات عم بيقلد، بجوز الأب صارم عم يسرق من أبوه، من جيبة أبوه، بياخذ من جيبته بدون ما يدرى. فهالموضوع هذا أنا كيف بالبيت بدي أعلمه الأماني؟ تكون الأم حاطة جزدانة بمكان، حاطة على التلفزيون مبلغ مالي، حاطة بالدرج الفلاني، جيب لي حبيبي من الدرج هالقد، ممكن يشيل يحط بجيب، إذا عرف قيمة النقود. ففي أطفال ما بتعرف، ما زال يعني ما عنده نضج عقلي ليعرف إنه هي بتشتري له بسكوتة، هي بتجيب له. لكن نحن عم بحكي على الأكبر اللي بيمد إيده على حقيبة أمه بالأعمار الأكبر من 8 سنوات. فلذلك على الأم تعلم أولاد الأمانة من الصغر، وتبعته على الدكان وتعرف شو رجع لها بالمبالغ اللي بده يرجع لها، إنه جيب هيك وجيب هيك. في كثير أمهات تبعت أطفالها على سوبر ماركت قريب، فبتعرف إذا جاب شيء زايد بيشتري لحاله بسكوتة، كافأ حاله، يلا معلش هالمرة اشتريت، مرة ثانية ما بتجيب. يعني الأم دائما توجه. فلاحظي الأم شجعت ابنها على إنه يجيب بيضات الجيران هاي بالريف،
روح جيب لي من عند جارتنا ما انا هون جيب لي بيضات دجاجات مثلا يعني هيك قديما كنا نسمع انه بياخذوا لبعض هيك فهي عم تشجع شجعته من هون فاذا نحن شجعته يجيب من شجرات جيران وشجعته يحوش ورود فالام هي اللي تشجع الطفل اجي على المدرسه معلمه يجب ان تعدل هالسلوك السلبي طبعا بالحماس والتشجيع المكافآت سقفوا له لك نجمه لك مكافاه لانك نحن بالمدارس بنشجع الطفل اللي عنده امانه يعني احد يعني كل فتره بالفرصه افضل صف انظف صف طفل الفلاني لعب الباحه 5000 جابها الاداره العيد عن سهل مبلغ مين مضيع شوفوا سقفوا له لانه طلع امين هاي ناحيه شجعنا الامانه انبسطوا كل هالطلاب اللي بيلاقي شيء جيبوا لي اياه فهذا الطفل ملاقى حقيبه محتوش على جنب جايبه للمديره فنحن دائما نشجع الطفل الامين الصادق ممكن يطلع هذا الطفل الامين مشاغب والانسات ما بيحبوه صحيح وما بعرف شو عم يقول لاجل هذا الموقف يعني ايه ممكن خلينا نحكي شوي بواقعيه يلاقي شنطه يرجعها بس مصاري ما بظن رح يرجع خلينا نركز شوي على حكينا عن دور الاهل الام كثير حكينا عن دورها عن المدارس كمان عن دورهم ما بيخلى الامر انه لازم يتشاركوا هنن الاثنين بتوجيه الاطفال وياخذوا حقهم كمان في طلاب بيشكوا لاساتذتهم ومعلمينهم ما بيعملوا شيء عرفتي فخلينا نحكي بما انه دور الاب هون كثير مهم ولازم يكون في حزم وقوة بالقرار أو بالتوجيه الكلام بما أنه هو متواجد قليل ممكن يكون بالبيت شو ممكن يكون هو كيف ممكن يعبي دوره بهذا الوقت القليل ولو بشكل مختصر وسريع طبعا مثل هلأ نحن بفترة وضع يعني أزمات وحروب غياب الأب وجود الأم لوحدها هي اللي عم تقوم بالتربية فصار عندها شيء مضاعف في المنزل فعندها مهمات صعبة إذا هالطفل ما عم يستمع لها إذا الطفل ما عم يستمع لها لاحظي معي المراهق يكبر الشاب بيصير في يرافق السرقة العناد والكذب يعني أهم صفة الكذب إنه ما تنتشر عند الفرد هذا فلذلك على الأم أن تنتبه في أطفالها تزرع عندهم سبب لكن أثناء نحن كيف بدها الأم توجه الطفل دائما مثل ما قالت تنتبه وتعطيه شو قدر الإمكان مصروف ممكن تعطيه كل شيء معه لتحل المشكلة بدي مثلا بيقول لها بدي لابتوب مثل رفيقي بدي موبايل بدي كذا بتقول له انا رح اجيب لك اياه في حال نجحت هلا ما معنى توضح له يعني توضيح الوضع الاقتصادي لهالولد طيب وين دور الاب هون؟ دور الاب وين هون؟ يعني ما تعطي مبادله تشجعه مكافاه له تحسسه انه حيجي وقت وتعطيه وتعوض له اللي نقص ما عنده قدران ياكل موزه مو قدران ياكل حلويات فالام هون تعوضه بقصص مؤثره بالحياه اللي نحن مرقنا يا ابني بظروف لكن بعدين الله بيعطينا القوه تعزز عنده القيم الروحيه تعزز عنده قصص عن ابوه عن خاله عن عمه يعني لاحظي القصص مؤثرة عند الطفل مواقف مرة وخاصة ما قبل النوم أستاذة يسرى أساليب التربية كثيرة ودائما نحن بنحاول ناخذ منك معلومات عن هذا الموضوع بدنا نتشكرك على كل شيء قدمتي لنا اياه وبنتمنى أكيد كل التوفيق لأطفالنا وأبنائنا بإن كان بالمدارس وإن كان بحياتهم الخاصة شكرا كثير لك شكرا لك وأهلا وسهلا